السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى أخواني الموجودين هناك في روسيا. أسأل الله أن يحفظكم ويسعدكم ويسلمكم ويبارك فيكم وأن يجعلكم هداة مهتدين وأن يجعلكم سببا لدخول الناس أكثر إلى الإسلام، والله يحفظكم ويسلمكم يا رب. آمين. وسلامي لكم، إن شاء الله نشوفكم عن قريب ونلتقي إن شاء الله. على برنامج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Станьте активным участником призыва на канале Аль-Худа, став нашим постоянным спонсором. Для этого нажмите на кнопку «Спонсировать» под любым видео на канале и выберите подходящий вам уровень поддержки. В зависимости от уровня вы получите дополнительные привилегии, в том числе и ранний доступ к некоторым видео на канале. Примите прямое участие в исламском призыве. Станьте участником канала Аль-Худа.